جددت إسرائيل ضرباتها الجوية على قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة حربية بدون طيار أطلقت صاروخا باتجاه أرض زراعية شرق مدينة خان يونس، كما استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها وتضرر عدد من المنازل المجاورة. كما قصفت قوات الاحتلال إلى جانب ذلك مواقع وأراضٍ زراعية في أنحاء متفرقة من مدينة غزة.